أنيجما تجمع النجوم تحت برج خليفة لأول مرة. هيك كانت الأجواء بحفلة التكريم اللي أقامته مجلة أنيجما بدبي لأول مرة، واللي صار بفندق أرماني ببرج خليفة وحضروا عدد من النجوم من مجالات مختلفة. المنافسة عم بتكون قوية، كيف قدرتي تنافسي أنيجما إيفنت بين كل هالإيفنتات اللي عم بتصير بدبي؟ وممكن أقول لك حاجة، يعني ما فيش أي حتة في العالم عندها برج خليفة. الله دبي وينز، دبي وينز يعني. ولا وانا شايفه يعني اسم الجالا النهارده Celebration of Arab Glamour and Success، وبالنسبه لي برج خليفه والارماني هوتيل وداون تاون دبي ده كلها Arab Glamour and Success. والريد كاربت بدا الساعه 7 مساء، واول الحاضرين كانت ديما الجندي اللي وصلت الساعه 7 بالدقيقه والثانيه. انا ساكنه بعيد شوي لانه عن مكان الايفنت، فتوقعت زحمه كثير على الطريق، وقالوا 7 ريد كاربت، فقلت يعني الاضمن انه الواحد شوي يطلع قبل بوقت، واذ باول الواصلات، بس ما انا مشكله. على الوقت، انت دائما هيك مواعيدك على الوقت؟ اي والله، لدرجه باكل بهادل من رفقاتي انه خلص مشان الله، مشان الله تاخري نص ساعه معلش. انت بتاكلي بهادل، المفروض انت تبهدليهم العكس انه بيتاخر. ايه هو لانه انه بيتبهدلوا بيقوم بهدلوني انه لا انت بالذات تعي مأخرة معي، ما في مشكله. وعلى الوقت كمان وصلت انجي كيوان اللي رافقها زوجها زياد لاول مره على الريد كاربت. كيف اقتنعت اليوم اجيت على الريد كاربت؟ انا عتني، شو بدي اعمل؟ نعتي. Do you want to stand by your wife؟ الله خلص نقطة ضعف. Can't say no. بكرة مسافر مطر، شو عندك؟ بكرة رايحة باريس. باريس؟ بس مش باريس فاشن ويك، على ديزني لاند. يس. شفتي؟ انت رايح؟ لا يا ريت. ما تفضحيش الدنيا، ما عنديش شنجن. وانجي مش الوحيدة اللي اجت على الايفنت وعندها سفر اليوم اللي بعده. بكرة اي ساعة طيارتك على السعودية؟ واو واو واو، رايح معي نفس الطيارة على الرياض؟ لا بس أوكي. عرفنا انك رايحة السعودية. يس ان شاء الله بكرة رايحة الرياض، وبعدها بيومين راجع البحرين. اوكي، شو سبب السفرات؟ عندي تصوير برنامج في السعودية. شو البرنامج؟ شيء خاص بالازياء يعني. ومن بعد الريد كاربت الكل توجه على القاعة، وكانت فرصة للقاء النجوم مع بعضهم، وشفنا شيرين رضا عم تتبادل الحديث مع أحمد حلمي وقعدت معه على نفس الطاولة، وطبعاً بركت له على تكريمه. أنا جاية علشان أشوف تكريم صحابي because I love them very much. والحب كمان عبرت عنه أمينة خليل على الستيج لهند صبري قبل ما تسلم هالتروفي. Hind, you have been an inspiration to me from the first day that I ever saw you act, and I've always looked up to you and I always said أنا نفسي أبدل أنا نفسي. مبروك التكريم. الله يبارك فيك. Thank you. سعيدة بهالتكريم لأنه أنيجما وأنا عنا history يعني 4 covers I think is I think 4 covers throughout the years. مجلة رائدة ما كانش في غيرها. جيلي أكتر جيل شاف هالمجلة بتكبر وتكبر وتكبر، وياسمين شحاتة رئيسة التحرير شفناها على مدار السنين دايما بت بت بتشجع الفن والفنانين، في زخم حول الفن والفنانين. بس حظ أمينة خليل كان شوي معثر لأنه تم الإعلان عن اسمها لتكرم بالوقت اللي كانت رايحة فيه على الحمام. طبعاً of course the moment that they call me is the moment that I'm in the bathroom because of course my luck is amazing. وبهالليلة كان في حصة من التكريمات لرجال الأعمال عن إنجازاتهم، ومنهم محمد العبار. واللي كان مهمته الانترتينمنت بهاليوم هو أنتوني توما اللي قدم عدد من الأغاني العربية والأجنبية.